وعليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة الدروس لتعلم SQL Server Express 2014 سنتعلم كيفية إنشاء الجداول. من Right Click Table لإنشاء جدول تظهر عندنا قائمة سيتم إدخال الحقول، كل حقل له data types محددة. هو في المعتاد انه اول حقل ضروري انه يكون لكل جدول مفتاح رئيسي ويكون من data type int رقمي. هنا رايت كليك على الاي دي ست برايمري كي، بمعنى جعل اول حقل رقمي الذي يحمل الاسم اي دي والداتا تايب الخاصة به انتجر. النوع البياني له انتجر، جعله مفتاح اساسي بزيادة مقدارها نحن بنحددها حسب ما نراه مناسب، وتكون القيمة الزيادة increment plus one قيمة زيادة بقيمة واحد، وجعلها yes بمعنى أن يقوم بإضافة الترقيم التلقائي إلى الحقل ID مع كل إضافة سجل، وجعله مفتاح أساسي للسجل. ثم نقوم بإضافة بعض الحقول مثل student name اسم الطالب، وهنا الرقم طبعا سيأخذ قيمة نصية والحقل المخصص له انفار char 15. هنا بإمكانك زيادة القيمة حسب ما تراه مناسب. هنا أنواع بيانية أخرى تحمل قيمة نصية مثل انفارد شارماكس اللي هو إدخال قيمة نصية طويلة، أو تشار هو المتعارف عليه انفارد شار 15. ثم نقوم بإضافة بعض الحقول مثل الأدرس انفارد شار 15، ايج رقم انت، وبهذا نكون قد ادخلنا الحقول الخاصة بالجدول للستودنت. ثم نقوم بحفظ الجدول، هنا يطلب منك تسمية الجدول ستودنت. ثم اوكي، نقوم باغلاقها، ثم رايت كليك، ثم الداتابيس ريفرش. ستلاحظ تم اضافة الجدول، وهنا مجموعة فولدرز مجلدات، المجلد الاول يحتوي على الحقول التي تم اضافتها مع توضيح النوع البياني لها مقابل كل حقل، وهنا مجلد الكيز اللي هو يحمل الحقول البرايمري كي. لإضافة بيانات إلى الجدول سنقوم ب رايت كليك، على الجدول، ثم edit rows، وهنا نقوم بإضافة الأسماء علي. غزة 12. لاحظوا تم إضافة حقل ID تلقائي أسامة
رام الله. محمد. مجموعة حقول. وهكذا تم إضافة بيانات من خلال رايت كليك على الجدول ثم إديت تو بروز لإضافتها. بهكذا نكون قد أنشأنا الجدول والحقول وتعرفنا على بعض الأنواع البيانية التي يمكن أن يحتويها الحقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.